Donc, les deux types de produits acides ou basiques tendent à faire varier le pH sanguin. Ou je m'en tiens, un anguille, je m'en quel que soit le pH, quel que soit, pardon, le acide, ou les connus basiques, ou les connus caïda, ou les connus chèmes. Un qui connaît un milieu, milieu acide, qui nous dit le base, il sera allé un équilibre. Qui connaît un milieu basique, qui nous dit le acide, vous voulez un équilibre. Donc, les deux produits, quel que soit acide ou la base, vous chidirez ou non, ils bédloulent le pH sanguin. Ils bédloulent le pH sanguin. Et pour lutter contre cet afflux contenu d'ions H+, l'organisme doit éliminer ces déchets acides. Les CO2 qu'on a un acide volatile ou H+. L'H+, c'est un H2PO4, H2SO4, l'acide lactique, les pores cétoniques. Vous utilisez H+. Le CO2 est un acide volatile. Donc, on a besoin de lutter contre ziyad al H+. L'organisme lazem t'éliminer les acides. Lazem t'nihiya les acides li hma CO2 ou H+. Et s'approvisionner en CO2. T'nihiya t'khzin ta CO2. Et il utilise pour cela trois systèmes qui représentaient la, qui représentent, pardon, la régulation physiologique du pH. Besh t'nihiya les déchets acides. Trois systèmes. هذو لي تخوا سيستم هما اللي ريغليو لي لو بي اش تاعي اذا كان اسيد يرجعوه ايكيليبر اذا كان باز يحطوه اذا كان نطخ يحافظوا عليه عندنا تخوا سيستم اللي هما لو سيستم تامبون لو لا ريغولاسيون بيلمونير لا ريغولاسيون رينال لا ريغولاسيون بيلمونير معروفه احنا مادام عندنا سي او 2 اوكسيجين سي او 2 هو ثنائي اكسيد الكربون غاز يخرج لي عن طريق لي بومون باسكو الغاز لا تخرج عن طريق لي بومون دونك لا ريغولاسيون بيلمونير واش راح تيليميني ديراكتومون لو سي او 2 تعتبر لا دوزيام لين تاع لا ديفونس لا بروميير لين دو ديفونس هي لو سيستيم تامبون لو سيستيم تامبون واش معناتها اذا كانت حاجه اسيد نزيد لها باز اذا كانت حاجه باز نزيد لها اسيد ليسونسيال نخدم بزوج حاجات متعكسين هذا هو لو سيستيم تامبون يعتبر لي لا بروميير لين دو ديفونس كونتر ان ديزيكيليبر اسيد باز إذا كان عندي ان ديزيكيليبر لو سيستم بومبون هو أول حاجة تدخل لي موراها إذا ما فادش لو سيستم بومبون راح يدخل لي تدخل لا ريغولاسيون بيلمونير ما فادش لا ريغولاسيون بيلمونير تزيد تدخل لا ريغولاسيون رينال وهي اللي تعتبر سي لا تخوازيام ليني دو ديفونس سيبوندون دون ان سارتان نومبر دو كا سي سيستم سيرون ديبوردي اي لو بي اش بورا سورتير دي فالور دو ريفيرونس بعض الحالات كاين هاد لي سيستم ما يخدموش مالوروزمون ما يخدموش ولا لو بي اش لا فارياسيون تاع البي اش تنقص بزاف ولا تزيد بزاف دونك هاد لي سيستم ديبوردي ما يخدموش لو بي اش تاعنا بوغا سورتير دي فالور دو ريفيرونس باش يخرج لينا دوك لي فالور دو ريفيرونس راح يصرى لي دي تخوبل اسيدو بازيك ولا ان ديزيكيليبغ اسيدو بازيك نبداو باول سيستم اللي هضرنا فيه في هذوك لي تخوا سيستم تاع لا ريغولاسيون تاع لو بي اش اللي هو لو سيستم تامبون نبداو باول لي سيستم اللي هو لو سيستم تامبون دو لورغانيزم اول حاجه نديرو لا ديفينيسيون اول حاجه سي لا ديفينيسيون ان سيستم تامبون est une substance physiologique capable de s'opposer à de faibles variations de pH. Système tampon, c'est quoi? عبارة عن مادة فيزيولوجية عبارة عن مادة هو مادة نزيدها باش نعكس تأثير نعكس التغير تاع البي اش إذا كان باز نزيد أسيد باش ينقص تولي نتخ إذا كان أسيد نزيد لو باز باش تطلع باش تزيد لي هذيك البي اش ويولي لي نتخ مي عندي حاجة إيسونسيال لازم نركز عليها كو لو سيستم طامبون يخدم لي دي فيبل فاريياسيون كيكون تغيرات تاع بي اش صغيره ماشي انا نقول لك المجال تاعي من 7 32 وانت تعطيني البي اش 5 ولا 4 ونقول لك جيب لي لو سيستم تامبو نو هنايا ما يخدمش لي سيستم تامبو لو سيستم تامبو يخدم في دي فاريياسيون فابل تاع لو بي اش سي سيستم اسيور دون لورغانيزم اون ريغولاسيون رابيد اي اوتوماتيك معناتها لو سيستم تامبو انا لو سيستم تامبو ما عنديش واحد عندي بزاف لي سيستم تامبو هاد لي سيستم تامبو
باش ياسيوريو لي بلوغانيزم يعدلوا لي هذاك لو بي اش بطريقه سريعه واوتوماتيك، ماشي انا وحدي نحس التغير تاع البي اش نقول لجسمي هيا انت عدل البي اش تاعك، هيا انت حبط نو شوف تكون اوتوماتيك وتكون غابيد. ان سيستم بومبون شنو هو؟ ايت ان كوبل اي كومبرون جينيرالمون سوا ان اسيد فابل ولو سيل باز فورت ولا اون باز فابل اي سون سيل داسيد فورت. انا لو سيستم بومبون تاعي هو عباره عن كوب، واش يكون؟ سوا حمض ضعيف مع اساس قوي ولا اساس ضعيف مع حمض قوي. شكون تشكاو كي كنا نديرو في المعايره كنا نعايرو حمض قوي باساس ضعيف، حمض ضعيف باساس قوي، تقريبا تشغل نفس الحاجه لو سيستم بومبون. ندير ندير ان كوبل تاع اسيد فاب مع الملح القاعدي المقابل له، زعما انا كي نقول لك سي اش 3 سي او او اش هو هو الحمض تاعي هو الاسيد فاب عباره عن حمض ضعيف، الملح القاعدي ولا القاعده الموافقه له هو سي اش 3 سي او او موا، مي لا بلو بار دي تون تكون عباره عن ملح ثم لو سيل يكون ان ا بلس. دونك اذا كان اسيد فاب يكون سيل دو باس فورت، اذا كان باس فاب تكون مقابله سيل اسيد فورت، دائما تكون مقابلتها ملح سيل وتكون فورت. اذا كان اسيد فاب يقابله سيل باز سيل دو باز، اذا كان باز فاب يقابله سيل اسيد. ياك في الاسيد فاب مدينا اكزومبل تاع سي اش 3 سي او او اش، في الباز فاب مدينا لو كوبل ان اش 3 غاز نشادر يقابلوا ان اش 4 سي ال. اوكي okay.